التشكيله اللي يعني في مواجهه درويش محمد 13، علي الحسني 81 من حراس مرمى موجودين النهارده مع الفرقتين في هذا اللقاء. يبدا اللقاء لنادي عجمان. عجمان بيلعب على ملعبه وسط حضور جماهيري يشجع هذا الفريق في استاد راشد بن سعيد، المعقل والمسرح طبعا بالنسبه لفريق نادي عجمان في هذه الليله. رمي التماس على طول من الجبل الاسرى، وادي الجماهير العجمانيه، جماهير نادي عجمان اللي بتؤازر الفريق في هذه المباراه. ورمي التماس على طول من الناحيه اليمنى، تمشي الكره الطويله الاماميه على طول ملعوبه في محاوله كره عرضيه ملعوبه ثاني، لكن الى حارس المرمى سهله. ادي الحكم يدي خطا على طول لصالح نادي عجمان مع بدايه انطلاقه الشوط الاول من هذا اللقاء. ادي على طول درويش محمد، حراس مرمى هيبقى ليهم دور كبير جدا في هذا اللقاء. فرقتين فيها تكافؤ كبير جدا في ادائهم في مجموعه اللعيبه، مجموعه الاسماء، مجموعه المحترفين المقيمين، كله اللعيبه المواطنين، كل هذا الكلام في تقارب كبير ما بين عجمان وما بين فريق البطايح. طبعا فرقتين اللي بيلعبوا كره قدم جميله. ركنيه على طول تاني البرتقالي، العرضيه تاني لكن سهله الى حارس المرمى، سهله لدرويش محمد. جول كيبر يامن دفاعاته تمام وياخد على كورته هنا درويش محمد. تتسلم على طول الكره في الخلف تاني، محمد احمد بيلعب النهارده جنب اللاعب ايدنسون، اثنين مدافعين في القلب، ثلاثه سيدروين. اول لاعب على دايره وسط الملعب لاعب الاسمراني، تمشي على طول الكره طويله اماميه لكن يتزحلق هنا لاعب عجمان. كره خطيره في مساحه ممكن يحاول يعدي، حكم موجود قريب جدا، يضغط تاني على طول ولكن يطلع دفاعات نادي عجمان، يطلع تاني على طول دفاعات نادي عجمان. تمشي كرة تاني على طول الى وسط الملعب، انطلاقة حلوة جميلة بمهارة، مهارة لصالح نادي البطايح لكن مقطوعة الكرة تاني. مقطوعة ترجع لسيدروين، هو عزيز جانييف. تمشي كرة تاني محطوطة لكن مقطوعة تاني عصام فايز. يقطع تاني البرتقالي، يقطع لنادي عجمان وترجع الكرة في الخلف تاني. يأمن الدفاعات فريق نادي عجمان في هذا اللقاء. سلم الكرة تاني الى وسط الملعب. على طول الكرة تاني في الخلف. لصالح البرتقالي، لصالح نادي عجمان. اقصى اليسار الى سعود سعيد. يلعب سعود سعيد لكن العرضيه ملعوبه. تمركز دفاعي ممتاز جدا من ديلسون. تروح لدرويش محمد. على طول الحارس درويش محمد. سعود سعيد في الجبهه اليسرى. وعبد العزيز هيكل هناك في الجبهه اليسرى ايضا بالنسبه لفريق نادي البطايح. على نص ملعب تاني عزيز جانييف. جانييف سعيد جمعه، ترجع لمحمد احمد، محمد احمد لديلسون، محمد احمد وديلسون. خد الباصات السريعه لصالح فريق نادي البطايح في هذا اللقاء. والحرص اكيد واضح جدا جدا في مباراه متكافئه ومتشابهه في ظروف كثيره وكثيره جدا عندما يلتقي البرتقالي نادي عجمان مع فريق نادي البطايح في هذا المساء. تمشي على طول الكره اماميه ملعوبه لكن في الاخير دي خطا والحكم يتدخل ورمي التماس. اذا رمي التماس، ادي على طول رمي التماس. لاعب عبد الحميد صابري سلم على طول تاني دفاعات فريق نادي عجمان منوش وعبد الرحمن احمد. على طول الكره تاني فرق بنجيمه وسط ملعب لصالح الفريق البرتقالي. اللمسة الأمامية لكن مقطوعة الكرة تاني من الدفاع. تمشي على طول تاني الأمام، محاولة يقطع تاني على طول المحطة هنا اللاعب أناتولي برتراند. أناتولي لكن الحكم تدخل وخطأ وركلة حرة مباشرة. خطأ وركلة حرة مباشرة الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول. والتعادل السلبي لا زال قائم بالأداب. أدي على طول عصام فايز. عصام فايز لمسة من عصام فايز. الحكم على طول يتدخل بالقرار هنا على طول عشان ينجم اللقاء مبكرا مع الخمس دقائق الاولى من شوط المباراه الاول. التعادل السلبي لا زال قائم بالاداء. الركله الحره المباشره الاثنين بيلعبوا 4-2-3-1، لكن هنشوف طريقه التطبيق هنا وطريقه التطبيق هناك بالنسبه للفريقين على مستوى الاداء بالنسبه لمجموعه التعليمات لدى الفريقين. تمشي على طول الكرة تاني لصالح البطايح. راجع كل فريق عجمان، شوف عجمان كام لعيب في الثلث الأخير هنا. في الأخير الكرة
حكم يتدخل وخطا ورمي التماس من الجانب الايسر. هذا اللاعب سعود سعيد مدافع الايسر باك الشمال لصالح نادي عدنان في اقصى اليسار. سعود سعيد تماس على طول تاني لصالح فريق نادي البطايح. حط الكره تاني على طول البطايح نص الملعب. لمسات على طول عن طريق جانييف عزيزون. جانييف يطلع تاني عصام فايز يشيل على طول تاني الدفاع رد الكره لكن يشيل مره اخرى تاني وترجع لصالح نادي البطايح في الخط الخلفي. كله راجع على تحت الكره اهو لعيبه نادي عدنان. محدش موجود فوق الكره خالص كله تحت الكره. بالنسبه للشق الدفاعي محمد احمد خبره كبيره جدا. محمد سلم على طول الكره تاني سعيد جمعه. سعيد جمعه ادي سعيد جمعه على طول الكره تاني في الامام تلت الامامي التحول عرقله والحكم موجود يمشي الكره تاني على طول لصالح فريق نادي عدنان. الضغط العالي بيتعمل من لاعبي نادي البطايح على اللاعب المستحوذ على الكره بالنسبه لنادي عدنان في التلت الاخير هنا من ملعبه. بينما في الاخير يستخلص تاني محمد احمد. ادي اللاعب محمد احمد الدور الهجومي والتاثير الهجومي والاداء الهجومي في شوط المباراه الشوط الاول. ترجع على طول الكره تاني لصالح فريق نادي البطايح عن طريق جانييف عزيزون. جانييف على الارض الكره تاني ملعوبه محمد احمد. محمد احمد يمشي الكره تاني اماميه محمد احمد سلم على طول الكره تاني الى عصام فايز نص الملعب اقصى الجبل يسرى تاني لسعود سعيد. سعود سعيد تسليم والتسلم لتري سيلفا لاعب سيلفا يغيب النهارده الفارو دي اوليفيرا عن طريق بطايح. مجموعه لعيبه بتغيب النهارده عن هذا اللقاء. هتشوف بقى البركه بمن حضر بالنسبه للتيم في هذه الليله مع السبع ثمان دقائق الاولى من شوط المباراه الاول. التمرير في العمق ملعوبه حلوه عرقله موجوده وخطا وركله حره مباشره. لا والله الحكم ما اداش حد الكوره فيها شكلها فيها عرقله هنا لكن الحكم مشى الصوره ومشى المؤشر بتاعه كان هيدي القرار لكن على طول ما يديش حاجه وفي الاخير هنا يدي لصالح نادي فريق البطايح ركله حره مباشره وخطا على فريق نادي عدنان. لعيبه نادي عدنان كانوا بيطلبوا فاول في اللقطه الاخيره. ادي الكوره وادي على طول المباراه دي هنا كرة في نص الملعب بالفاول بتاع نص الملعب لكن الكرة الاولانيه اللي فيها نوع من الشك نوعا ما بالنسبه لفريق نادي عدنان. سبع ثمان دقائق الاولى من شوط المباراه الاول والتعادل السلبي لا زال قائم بلا هدف. البطايح صفر ونادي عدنان صفر في مباراه مفتوحه على كل الاحتمالات ان احنا نستمتع ان شاء الله باهداف من خلال لاعبي فريق عدنان ومن خلال فريق نادي البطايح في هذا المساء. تمشي على طول اماميه ادي الانطلاقه الاماميه يطلع تاني على طول الدفاع ومعاها الى رمي التماس. رمي التماس جبهه الشمال فيها اللاعب عبد العزيز هيكل وفيها بنشوف اللاعب نيكولا كليمنتي باولو ادريكي هارون حسن واناتولي بيرتراند وسيدرون واللاعب عزيزون. لعيبه ارتكاز طبعا موجوده النهارده بالنسبه لفريق البطايح. ترصف البطايح على الملعب من خلال الشوط الاول من هذا اللقاء. بنقترب من 10 دقائق الاولى. سعود سعيد سعود يمشي سعود على طول الكره تاني محطوطه الى عصام فايز يلعب مع سعود لكن الدفاع عالي كويس بشكل ممتاز. تمشي على طول الكره تاني محطوطه لكن يقطع تاني عصام قارب في اللقطه الاخيره. تاني من الكره تاني باولو انريكي واحد من انشط اللعيبه واحرف اللاعبين. نستمتع معاه النهارده باولو انريكي لاعب رقم 10 صاحب القدم اليسرى الذهبيه مع فريق نادي البطايح وهنشوف اداؤه من خلال هذه المواجهه امام فريق نادي عدنان. تمشي كره تاني ميلوش العصام فايز عصام تمرير على طول تاني الى ليفري سيلفا. سيلفا تمشي من سيلفا عبد الحميد صابري. صابري والتسديده لكن الى حارس المرمى. ادي عبد الحميد صابري وادي حارس المرمى درويش محمد والتصويبه التسديده الاولى بالنسبه لفريق نادي عدنان على الفريم على مرمى الحارس درويش محمد. على طول تاني سيدروين. شوف الاثنين سنتر باك بيفتحوا الملعب والاثنين مدافعين الاطراف بالنسبه للبطايح بيروحوا طيارين لفوق اجنحه. واللاعب سيدروين لاعب رقم ثلاثه هو لاعب ارتكاز لاعب مركز سته في المباراه. لاعب مركز سته في المباراه بالنسبه لسيدروين. اذا جانييف هو اللي واخد حريه شويه يروح لفوق قدام شويه. وادي اللاعب نيكولا لاعب رقم 94 اتفرج عليه لعيب كويس قوي ولاعب شاب صغير ولاعب استقبل فريق نادي
البطايح مع هذا اللاعب، طبعا واحد من الهدافين الممتازين واللي النهارده بيدفع بيه فريق البطايح مع انطلاق شوط المباراه الاول. محمد احمد وادي لاعبي نادي عدنان، والكره في الاخير هنا خطا، حكم يتدخل واول قرار اداري في المباراه. شوف هنا على طول لاعب رقم 23 هنا لاعب عبد الحميد صابري يحصل على اول انذار في المباراه هنا. هذا الحكم موجود على طول قريب جدا سلطان محمد صالح، وانذار لعبد الحميد صابري، انذار لعبد الحميد صابري. هذا عبد الحميد صابري لاعب يحصل على انذار اول في المباراه من صفوف فريق نادي عدنان، وركله حره مباشره لصالح فريق نادي البطايح. هذا الخطا والاعصار البرتقالي والركله الحره مباشره تمشي على طول، الكره تاني راسيه عاليه وفي الاخير الكره راكت مرمى، في الاخير الكره راكت مرمى. ادي على طول الحسني، وادي اللاعب رقم 94 نيكولا كليمنتي. ادي نيكولا كليمنتي لاعب هداف عنده احساس بالتهديف عالي جدا نيكولا كليمنتي، لكن الكره في اللقطه الاخيره هنا تمشي الى راكت مرمى. 11 12 دقيقه مع انطلاق شوط المباراه الاول اللي ان شاء الله نتمنى يكون مفتوح ويكون فيه اهداف، نستمتع بكره قدم جميله تليق بقيمة نادي عدنان وتليق بقيمة نادي البطايح في هذا المساء. رمي التماس على طول أقصى الجبل يسرى، أدي السدروين تماس على طول تاني البرتقالي بلال يوسف إلى ميلوش، أدي ميلوش كوستوفيتش، ميلوش تمرير على طول تاني الأمام، محاولة لمسة سوسايد خطيرة خطيرة جدا، الكرة عرضية ملعوبة لكن إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية. شوف هنا فيها تكافؤ طبعا، ده هجمة هنا وهجمة هنا، ده التكافؤ وده البالانس اللي موجود في المباراة، وده طبعا وضعية الفريقين والجانب الأيسر والجبهة الشمال هي أخطر الجبهات بالنسبة لفريق نادي عدنان في الشوط الأول. الناحية اليمنى معطلة بتاعت فرج بنجيما لسه لحد الآن مفيش زيادة عندي إطلاق، ركلة ركنية على طول تاني من الجانب الأيمن. ادي ركله ركنيه تتلعب الكره عرضيه معاها تاني الدفاع، وفي الاخير حكم اللقاء يدي ركله مرمى. ده لاعب نيكولا كليمنتي لاعب تحت 23 سنه، وادي المدرب جوران، جوران في مواجهه جوران تامتش، لكن هنشوف صراع اللقاء وصراع الاداء بالنسبه للاثنين مدربين وبالنسبه لهذا المدرب اللي عنده طبعا حاله وهرموني ممتاز في علاقته مع فريق نادي عدنان. كلاكيت تاني مره مع فريق العدناني بعد فترة النصر يأتي إلى فريق نادي عدنان، تمشي على طول الكرة تاني طويلة أمامية عالية، استلام على طول تاني لكن في خطأ وركلة حرة مباشرة، يحتسب الحكم فاول صالح أناتولي بيرتراند، ومعاه اللاعب ميلوش يراقبه مراقبة رجل رجل. أدي ميلوش وأدي أناتولي، ما يديش مساحة لأناتولي ولا يديله زمن، على طول هنا ضغط عليه، تمشي الكرة من سدروين مرعوبة الكرة تاني هناك أقصى اليسار، لكن يطلع على طول تاني المدافع الايسر سعود سعيد، يطلع سعود سعيد الى ركله ركنيه او رمي التماس لحقها قبل الركنيه، تروح لصالح فريق نادي البطايح، ترجع الكوره تاني على طول البطايح في الخط الخلفي لمحمد احمد، خبره كبيره جدا بيعرف امتى يطلع وامتى يسيب، محطوط الكوره جمله كره عرضيه بقى، كواليتي العرضيه وحشه قوي هنا، الكواليتي بتاع العرضيه ونوعيه الكروس باس وامكانيه الكرات العرضيه سعيد يا جمعه ده لعيب كبير يا راجل، لكن العرضيه دي وحشه قوي يا سعيد. ادي سعيد جمعه لاعب اللي موجود مع فريق نادي البطايح، لعيبه ابتدت يعني اداء ممتاز جدا في الجانب الايمن، هنشوف هتأدي ازاي. ادي على طول الكره الاماميه انطلاقه مره اخرى تاني على طول لصالح البرتقالي، لصالح الاعصار البرتقالي، ترجع الكرة في الخلف تاني على طول لصالح فريق نادي البطايح. محمد احمد على طول يحط الكرة لسعيد جمعة، شوف المدرب جوران على طول بالتعليمات في وسط الملعب، محدش يسيب عملية المراقبة بتاعت المان والمساحة بيتكلم دايما عليها المدرب جوران تامينش، ونفس الكلام بالنسبة لجوران هنا الآخر في عملية وضعية الفريق البرتقالي. على طول الكرة تاني محمد احمد، اديلسون
محمد احمد اديلسون يلعب هو اديلسون الاثنين مع بعض ينزل له سعيد جمعه غير رايه ثاني محمد احمد يلعب الكره الطويله الاماميه اناتولي بيرتراند المحطه لكن بعيده مقطوعه على طول ثاني عجبان خطيره يلعب بالنار هنا عصام فايز ومقطوعه الرفاق وبلال يوسف لكن مقطوعه الكره ثاني ضغط هنا على طول بمهاره يا ولد لعيب خلص الموقف لكن لعيبه وحشه عرضيه ترجع على طول الكره ثاني في الخط الخلفي ناحيه اللاعب اديلسون صدروي اول واحد يستلم الكره من اثنين السنتر باك بتوع نادي بطايح هو اللاعب صدروي لاعب رقم ثلاثه لاعب نص الملعب لاعب ارتكاز لاعب مركز سته وهو اللي بيخلي الاثنين السنتر باك يعملوا ستريتش وهم اللي بيخلي المدافعين الاطراف يطلعوا ويزيدوا على غرار سعيد جمعه دلوقتي سعيد جمعه مقطوعه الكره ثاني دفاعات فريق نادي عجمان يقطع الكره حلوه قوي عصام فايز اماميه شوف الضغط اللي بيعمله فريق نادي البطايح ضغط عالي قوي جدا ضغط وغلق المساحات وخطوط الملعب بالنسبه للفريق الفريق البطايح اول بدايه اللقاء هو لحظه فقدان الكوره يحاول يعمل الهاي بريس الضغط العالي المتقدم بالنسبه لفريق نادي البطايح في الشوط الاول هما الاثنين بيلعبوا بعض 2 3 1 لكن تشوف هنا بقى نوعيه التطبيق وطريقه التطبيق بتاع شكل الملعب بتاع سيستم اللعب بالنسبه للفريق على طول تاني عصام فايز محطوطه الكره تاني الى ميلوش سعيد سعود محطوطه الكره تاني او سعود سعيد محطوطه على طول تاني في وسط الملعب اللمسه الاماميه الانطلاقه مره تاني على طول تحرك اول مره من جبهه اليمنى يحاول يثبت واحده هنا على طول اللاعب طارق بن نجيبة اول مره يهاجم عجبان الناحيه اليمين مقطوع على طول الكره تاني كره طويله اناتولي بيرتراند لكن يا ولد لعيب ممتاز علي الحسني بيطلع كويس قوي على الحسني كده كوره ده لعيب كوره بقى ولد كويس لعيب كويس نيكولا كليمنتي رقم 94 اتفرج عليه استمتع معاه تمشي على طول الكره تاني لكن رجع فرج بن نجيبة ترجع مره اخرى تاني باولو انريكي يرجع العزيز جانييف عزيز ترجع الكرة تاني ايدلسون مقطوعة انطلاقة حلوة على طول تاني عصام فايز هناك تحرك كويس قوي ازارو لكن متأخر قوي اللاعب شوف مستني الكورة بنص ساعة محدش هيصبر عليك يا عبد الحميد النصري هذا عبد الحميد وادي 18 دقيقة الأولى حصل على إنذار عبد الحميد صبري وادي على طول حكم اللقاء والكلام والتعليمات والحوار والحديث مع فريق نادي عجمان في شوط المباراة الأول ونقترب من تلت الساعة الأولى من شوط المباراة الأول وادي لحظة لعب الكورة وادي وليد إنذاره الكورة دي مش فيها شك في أي حاجة يعني عادية جدا وعبد الحميد صبري هنا كان متأخر قوي في اللقطة الأخيرة لكن ادي وليد إنذاره بعترضوا على الكوره بتاعت وليد ازارو الى صدروين ترجع الكوره تاني على طول لصالح البطايح محمد احمد شوف سعيد جمعه جاي هنا على طول سعيد جمعه اناتولي بيرتراند اشتغل فردي على مجموعه لعيبه تروح ضعيفه الى حارس المرمى، شوف كم واحد لعجمان هنا دايما عجمان في سبعه ثمان لعيبه في الثلث ساعه الاولانيه مفيش ولا مره في تكافؤ في عدد اللاعبين. مفيش ولا مره في تكافؤ في عدد اللاعبين بالنسبه لشكل الهجوم بالنسبه لصالح البطايح وبالنسبه ايضا لفريق نادي عجمان، دايما زياده عدديه ست وسبعه وثمان لعيبه خروج لاعبي نادي عجمان من الثلث الاخير من ملعبهم ضعيف. الضغط العالي اللي عامله فريق نادي البطايح مخلي دايما عجمان في النص الثاني من ملعبه بشكل يعني ما زيدش عن كده. التمرير على طول ثاني في اقصى اليسار سعود سعيد عصام فايز يلعب الكره ثاني مع بن نجيبة فرج على طول ثاني في الناحيه اليمنى فرج بن نجيبة عصام فايز اهو على طول حط الكرة معاه شوف أربعة أو خمسة لعيبة واحد من اللعيبة المدافعين بينزلوا تحول حلو قوي يا سلام هوبا ليه في سيفا
مره اخرى الثانيه على طول 23 هنا. ادي اللمسات لعبد الحميد صبري، يلعب الكره عصام فايز، كان ماتش حلو مفتوح على كل احتمالات. ال 25 دقيقه المتبقيه من عمر الشوط الاول من هذا اللقاء، كره طويله تمريره فكرتها كويسه لكن تنفيذها في قوه شويه والى ركله المرمى. تلت ساعه اول من شوط المباراه الاول ولا زال التعادل السلبي قائم بلا هدف. لا زال التعادل السلبي قائم بلا هدف. تمشي على طول الكره ثاني، دي اللقطه هنا بتاعه الحسن كان لازم يخلي باله كويس، وادي التسديده بتاعه اناتولي برتران، وادي اللاعب نيكولا كليمنتي حط الكره هنا نيكولا كليمنتي على طول الكره ثاني لوسط الملعب، كره اماميه لصالح نادي عدنان، موضوعه الكره ثاني في الدفاع وتمشي حافظ عليها نادي عدنان تاني وينطلق للامام. انطلاقات وليد انزارو وباقر الفاق على طول الكره تاني لبطايح، تمشي البطايح صراع صراع كبير جدا، لكن في الاخير في فاول وركله حره ماشيه. ده هارون حسن، هارون حسن وعصام فايز، خناقه صغيره كده على الماشي ما بين هارون حسن وعصام فايز، يمشيها حكم اللقاء على طول صالح فريق نادي البطايح. الكره الطويله الاماميه تاني ملعوبه لكن الى رمي التماس، رمي التماس من الجانب الايسر. 21 22 دقيقه اولى من شوط المباراه الاول، تقترب من منتصف احداث الشوط الاول من هذا المساء ولا زال التعادل السلبي قائم بالاهداف. عدنان صفر ونادي البطايح صفر. هارون حسن سعيد جمعه تمشي كره ثانيه لريكي الى هارون، هارونا كرة أمامية من هارونا، محاولة رأسية على طول تاني للاعب نيكولا كليمنتي. شوف دايما رجله رايحة للمرمى ودايما عينه رايحة للمرمى ودايما دماغه رايحة للمرمى. اللاعب نيكولا كليمنتي هداف في 23 سنة، واحد من اللعيبة الممتازين مع فريق نادي البطايح واللي يبدأ بيه المدرب النهارده أحداث هذه المباراة. مباراة مهمة، مباراة تفضل اشتباك على الأربع نقاط، فوز عثمان يرفع رصيده إلى 7 نقاط، فوز فريق نادي البطايح يرفع رصيده 7 نقاط، يعني يتساوى مع نادي بنيان، يعدي فريق خورفكان، 6 نقاط فريق خورفكان، نادي بنيان عنده 7 نقاط، 8 نقاط بالنسبة لنادي العين، لكن العين متبقين ماتشين أقل ماتشين 6 نقاط، هو عنده 8 نقاط، هذه الكرة على طول تاني، وادي اللمسة الصدارة لحد الآن فيها شباب الأهلي 18 نقطة من 6 ماتشات. والوصافة بالنسبة للشرق فارق الأهداف 18 نقطة برضه، الوحدة مركز ثالث 14 نقطة، ونادي الجزيرة مركز رابع 13 نقطة. ده بالنسبة لصدارة المشهد، بالنسبة للموقف في الدوري، بالنسبة للجدول ترجع على طول الكرة في الخلف تاني لكن منتصف أحداث الشوط الأول 22 23 دقيقة أولى، تمشي على طول الكرة أمس اليسار إلى سعود سعيد، يرجع الكرة لعصام فايز نص ملعب تاني بلال يوسف، تروح الكرة لفرج بن نجيمة، فرج كرة من فرج لكن مقطوعة الكرة تاني، لسه ما جاش الفرج ما اتاش الفرج، ممكن دي تكون فيها كلام. تمشي على طول الكرة تاني اناتولي، اناتولي برتران، اناتولي برتران، شفت واحد من عدنان كان في قرار هنا، في قرار هنا على طول حكم اللقاء يدي على اناتولي برتران، يدي على اناتولي دوران في مواجهة دوران. الحكم الرابع لهذا المساء هو سيف المصعبي، هذا على طول قرار الكرة هنا على طول ملعوبة باللاعب القدم الخارجي، وادي اللاعب اناتولي برتران ما جابش هاند بول، دي بيكون فيها تسلل ماشي لكن مش هاند بول، هو بيتكلم صح ان مفيش لمسة يد موجودة، حكم انت على طول خطأ. تمشي على طول الكرة تاني لصالح نادي عجمان، مقطوعة من عجمان مرة ثانية الكرة الأمامية لكن يشيل الدفاع وتمشي إلى رمي التماس، تمشي على طول الكرة إلى رمي التماس. أدي اللاعب فرج بن نجيمة يسلم على كورته ثاني فرج عبد الرحمن أحمد، هو وميلوش الاثنين المطلوب منهم سرعة في الأداء، ما يكونش في بطء في الأداء في مركز سنتر باك بالنسبة لفريق نادي عجمان، بعض المشاكل كانت من خلال بطء الأداء. ترجع الكرة ثاني على طول في الخلف ثاني لصالح الفريق العجماني، ادي اللمسة عبد الرحمن احمد، ترجع لبلال يوسف
فرج بن جيمة يلعب الكرة تاني الباصة لكن وحشة جدا غريبة غريبة جدا جدا عبد الرحمن أحمد الراجل جنب منه لكن لعبها بطريقة غريبة جدا ادي عبد الرحمن أحمد مش محتاج اللفة دي كلها ادي القرار وادي على طول رمية التماس من الجانب الأيمن 25-26 دي أولى من شوط المباراة الأول ولا زال التعادل السلبي قائم بالأهداف عجمان صفر ونادي البطايح صفر جولة السبعة من عمر دوري أدنك المحترفين جولة العلم وما أجمل هذه الجولة طبعا وما أجمل احتفال بيوم العلم اليوم الجميل تمشي على طول الكرة تاني عن طول عن طريق نيكولا كليمنتي نيكولا ستايل نيكولا كليمنتي يعدي لكن قطع كويس قوي عشان فايز تروح لفرج من جيما نيكولا كليمنتي تحضير التسديد يلا جرب ملعوبة كرة تاني عالية ولد لعيب يا كبير حلوة جدا الله فرصة ممتازة أحلى كرة في المباراة ممتازة عن طريق اللاعب أناتولي برتراند شوف اللاعب نيكولا كليمنتي ده ستايل اللاعب ده لعيب كويس عنده كرة القدم كويسة شوف هنا على طول فرج بن جيمة غلطة كبيرة جدا غلطة كانت ليه الباك اليمين تعمل ايه فرج حد يعمل الكرة بالكعب على ملعبه على فرقته وادي على طول الكرة تاني كانت خطيرة جدا ممتازة من سدروين عمل الكرة الأناتولي لكن هنا الغلطة الكبيرة اللي عملها فرج بن جيمة المدافع يرجع الكرة بكعب القدم ده في منتهى الخطورة حتى انت لو مين يعني ما عملتش الكلام ده خالص طبعا فرج بن جيمة اللاعب المدافع الأيمن مع تشكيلة نادي عجمان في هذا المساء 27 دقيقة أولى مع شوط المباراة الأول خط على طول الكرة تاني في الخلف رجع كل لعيب لفريق نادي البطايح باستثناء أناتولي برتمان مرة تانية على طول إلى اللاعب عبد الرحمن أحمد فرج بن جيمة يرجع الكرة تاني لعبد الرحمن أحمد فرج اللبسة يخش جوه الملعب عدى هنا من لاعب نيكولا عدى فرج مشيت معاه يمشي على طول الكرة تاني للناحية اليمنى محاولة تحضير لتعرضية لكن مقطوعة تاني جونيور ادي اللاعب جونيور ما لمس الكرة كتير النهارده جونيور ادي الكرة والمحاولة وفي خطة على فريق نادي عجمان ادي وليد ازارو ادي وليد ازارو حكم بيديله تعليمات بيقول له بلاش تزق بايديك بلاش تحضن بايديك بلاش تريح بايدك ادي اللقطة الأخيرة هنا والكرة العرضية تاني من وليد ازارو لكن يقطع تاني على طول الدفاع تمشي لصالح فريق نادي البطايح محمد أحمد سدروين شوف على طول هو يبقى في وسط الاثنين المدافعين أدلسون ومحمد أحمد يعملوا استرتش الملعب وعبد العزيز هيكل وسعيد جمعة كله طاير للأمام وكله رايح للأمام ادي عبد العزيز هيكل ادي هيكل حكم كله بيعترض عليه يعني لا عاجب بتاع البطايح ولا عاجب بتاع نادي عجمان كل كوره لعيبه تعترض على قرار حكم لقاء هنا في خطة على الجونيور ادي اللاعب جونيور وادي عبد العزيز هيكل في اللقطه الاخيره تمشي على طول الكره اماميه مقطوعه الكره تاني هارونا حسن واحد اثنين ثلاثة مقطوعة الكرة تاني سعيد جمعة تمشي كرة تاني في نص ملعب عن طريق انريكي ترجع في الخلف تاني على طول صالح دفاعات فريق نادي البطايح شوف محمد احمد متأخر قوي والراجل السنتر باك ادنسو متأخر قوي لعيبة بتاعت الخط الخلفي بالنسبة للبطايح بتطلع متأخرة وبعض الأوقات ما بتطلعش خالص من أوله لازم يطلعوا ويزيدوا شوية هنا لعيبة المدافعين بالنسبة لنادي البطايح دي المشكلة الكبيرة لحد الآن طبعا إنه ما بيطلعوش ويزيدوا خالص من الخط الخلفي لعيبة فريق نادي البطايح من حكم اللقاء أعتقد هيدي الاستراحة والراحة بتاعة الكولينج بريك وبتاعة استراحة التبريد لكن نص ساعة أولى بتشوف فيه شخصية هجومية وبتشوف فيه دوافع هجومية وبتشوف فيه بعض المحاولات على استحياء مش كتيرة أوي المحاولات لكن اللي عنده الرغبة النهاردة في الهجوم هو فريق نادي البطايح في النص ساعة الأولى بينما فريق نادي عجمان مع علامة استفهام ليه ما بينزلش الهجوم ليه ما بيحاولش يهاجم فريق نادي البطايح هو ده السؤال اللي يفرض نفسه في النصف ساعة الأول من شوط المباراة الأولاني من هذا اللقاء ده اللاعب برتراند اللاعب اللي شفناه كمحطة
وبتشوفه دايما في مسدق مع 2-4-2-3-1 بتاع الشكل الاداء بالنسبه لفريق نادي المطار. جماهير فريق نادي عجمان، عجمان لما بيكون عاوز يلعب كوره بتبقى فرقه ممتازه جدا، بيبقى فريق مميز جدا جدا وبيأدي اداء كبير وبنستمتع معاه. وفي فتره الراحه ارفعوا عليا ليبقى شامخا يوم العلم 3 نوفمبر، جولة العلم وأجواء العلم في كل ملاعبنا الإماراتية دايما إن شاء الله. علم دولة الإمارات العربية المتحدة يعني مرفوع شامخ عاليا خفاقا في كل العالم، ويجعل الأمن والأمان دايما عنوان لدولة الإمارات العربية المتحدة، بلد التسامح وبلد الاستقبال لكل جنسيات العالم. هذا العلم، علم الجميل بتاع دولة الإمارات العربية المتحدة، والجو والطقس رائع، كل حاجة حلوة في يوم العلم، كل حاجة جميلة في يوم العلم. عموما 30 دقيقة 31 دقيقة لعب مع انطلاقة شوط المباراة الأول، ولا زال التعادل السلبي قائم بالأهداف، لا زال التعادل السلبي قائم بالأهداف. هذا الحسني، علي الحسني، ورمي التماس على طول سعيد جمعة، ادي سعيد جمعة تماس على طول، الكرة تاني تتلعب بسرعة، اناتولي على طريقة الكاراتيه ملحقهاش، يقطع تاني على طول دفاعات فريق نادي عجمان وتمشي الكرة امامية، محاولة تاني لكن في خطأ على في خطأ، هل اللاعب وطى راسه ولا الراجل التاني رفع رجله اعلى؟ عملية تقديرية، الحكم بيشوف ان في انذار هنا لاعب اديلسون بورجس، انذار لاديلسون بورجس لاعب المدافع، فكده في انذار لعبد الحميد صابري وفي انذار لاديلسون بورجس. ادي الكوره وادي اديلسون، لو لبس في دماغه هنا كان هيخليه يغير قطع غيره، لو لبست زي ما عايز كانت هتبقى صعبه قوي، لكن الحمد لله انه كش رجله في الاخير وفي فاول وفي انذار. على طول الكرة عصام فايز، أكثر اللعيبة لبس الكرة عصام فايز النهارده في نادي عجمان، أكثر اللعيبة لبس الكرة. جونيور هناك مستخبي شوية بتاع الجبل يمين، أقل اللعيبة يمكن من وجهة نظر الفريق عجمان لبس الكرة جونيور، لاعب فرج بالنجيمة والجبل يمنى متأجلة شوية، الجبل الشمالي شغالة أكثر أهو، بدليل كله مريح هنا، كله بيمين هنا في الناحية الشمال بتاعت سعود سعيد. بتسلم على طول الكرة تاني عبد الرحمن أحمد، عنده أخطاء كتيرة في الباص عبد الرحمن أحمد، برغم مفيش ضغط عليه، مفيش ضغط عليه خالص عبد الرحمن ابو عمر. تمشي كرة تاني جونيور، يلا عم جونيور، جونيور جونيور، والعرضية من جونيور يطلع على طول تاني الدفاع، تمشي الكرة لصالح فريق نادي البطايح. اوه قوية جدا، قوية جدا، هذه الكرة وادي حكم اللقاء دي، لو على الصوت ده يعني يبقى فيها خطورة كبيرة. حاول يعدي، الكرة دي ممكن يكون فيها قرار إداري، سعود سعيد ممكن يبقى فيه قرار إداري مع الفار، هنشوف الفار، لو الفار راجع أدي سعود سعيد، أدي سعود سعيد، لو خد إنذار، لو شاف الفار، أدي الكرة سعود سعيد. لو الفار رجع الكرة دي ولقاها في الأكل بالقوة دي هتبقى صعبة جدا، هتبقى صعبة جدا. عموما ادي سعود سعيد المدافع الأيسر دخل في منتهى القوة في مكان الحقيقة انتش محتاج تدخل بالقوة دي، لكن هو دخل في منتهى القوة على هارون حسن. ادي هارون حسن، هارون الفار ما كلمش الحكم، يبقى خلاص الكرة عادية جدا. لو في الإعادة الكرة فيها قوة شوية شفناها في الإعادة الثانية، لكن الفار ما تكلمش مع الطاقم التحكيم في حاجة. وادي هارون حسن، هارون ده إيه؟ ده حتة تلفزيون يعني، أكيد الراجل داخل في الأنكل يعني وفي مشكلة كبيرة. تمشي على طول الكرة الثانية لحارس المرمى درويش محمد. على طول تاني اوفسايد، تسلل
ركلة حرة غير مباشرة على نيكولا كليمنتي، ترجع لعبد الرحمن أحمد. هذا عبد الرحمن فرج بنجيما، عبد الرحمن أحمد، شوف ميلوش رجع لورا ازاي، ميلوش اضطر يلعب مع ميلوش إلى حارس المرمى. أكبر دليل لما بنرجع الكورة كده تحركات اللعيبة اللي قدام كله من الثبات، مفيش حد من الحركة، لو حد بيتحرك من الحركة عبد الرحمن أحمد ما يلعبش الكورة بالطريقة دي ويرجع تاني عجبان بشكل دفاعي. لسه دي سيلفا، أدي سيلفا وأدي سعيد جمعة، دول مش حاجة عليا خالص، سعيد جمعة الدفع الأيمن النهاردة تشكيلة نادي البطايح. أدي على طول لسه دي سيلفا، أدي سيلفا وركلة حرة مباشرة على طول لفريق نادي عجبان. طريق من 36 دي لعب مع تلقي شوط المباراة الأول والتعادل السلبي لسه لازال قائم بالأداء. سعيد جمعة قال كويس الباص لقدام أمامية أناتولي، يقطع عبد الرحمن أحمد، تمشي كرة عالية ناحية جونيور، يلا جونيور، عم جونيور، 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 والعرضية ريت أزارو، لكن يطلع تاني دفاعات فريق نادي البطايح، يطلع دفاعات البطايح، تمشي كرة تاني أناتولي، رابع كرة تاني حلوة هنا في الأمام، انطلاقة للأمام، هارونا أهو، هارونا، يزيد هارونا، هارونا حسن في الناحية اليمنى، لكن تقطيع عكسية من سعود سعيد، والكرة في الأخير إلى ركلة ركنية. كرة في الأخير إلى ركلة ركنية، لكن البطايح أخطر والبطايح عنده النية الهجومية والبطايح عنده الدوافع الهجومية أكثر من فريق نادي عجبان في الشوط الأول، يبقى 36 37 دقيقة لعب في أفضلية بالنسبة للبطايح على فريق نادي عجبان على مستوى الدوافع وعلى مستوى النية الهجومية وعلى مستوى التحولات الهجومية. ونشوف الجبهة اليمنى اللي مبني من خلالها طبعا سعيد جمعة وباقي الرفاق بيعملوا جبهة يمنى ممتازة، ونشوف المحطة بتاعت اللاعب أناتولي برتراند كمحطة ممتازة جدا هو واللاعب باولو انريكي، هارونا حسن في الانسايد رايت، ونيكولا كليمنتي. شفنا طرفين الملعب لحد الان بالنسبه لصالح نادي البطايح بيتحركوا بشكل ممتاز. ركله ركنيه عزيزون جانيف، جانيف ملعوبه الكره بالراس، ترجع الكره تاني على طول في وسط الملعب، اللمسه تحديد التسديد، سقط الكره عاليه، نيكولا، نيكولا والهدف الاول، نيكولا والهدف الاول لصالح نادي البطايح، هو ده الهدف، ولد الهداف بتاع 23 بتاع الاندر 23 وهداف ممتاز بقول لك عليه. نيكولا كليمنتي لعيب دايما رايح للمرمى، دايما عينه على المرمى، دايما دوافعه للمرمى، يسجل البطايح الحال اللي عنده افضليه على نادي عجمان عن طريق اللاعب نيكولا كليمنتي، يتقدم باول هدف في اللقاء ويخلي جولاني يعني يشرب المياه. شوف العرضيه وشوف المتابعه، شوف كم واحد بالنسبة لفريق عجمان، كل عجمان تحت الكرة، لكن مفيش رقابة المان هنا، هرب هرب هرب، كله بيدافع بشكل غير مقنع، وعبد الرحمن أحمد مغطي الأوفسايد ب 20 يعني مغطي كتير جدا، مغطي عبد الرحمن، شوف الكرة هنا اتسقطت والتغطية، وده حارس المرمى وده على طول هنا نيكولا كليمنتي، لكن حاططها حاطط معلمين كبار باولو انريكي، باولو انريكي لعيب كرة حاططها حلوة قوي للاعب نيكولا كليمنتي، يتقدم لصالح البطايح باول اهداف اللقاء. الباصه حلوه، الاسيست جميل، والراسيه حلوه على طول يعني على شمال حارس المرمى الحارس علي الحسني، كانت زاويته برضه لكن كانت زياده عدديه بالنسبه لعجمان، لكن الرقابه بتاعت المان ما كانتش موجوده لا المساحه ولا المان. يتقدم فريق نادي البطايح باول اهداف اللقاء عن طريق الهداف الشاب الصغير لاعب نيكولا كليمنتي، يتقدم بهدف لصالح نادي البطايح. اذا نيكولا كليمنتي يتقدم بهدف مقابل لا شيء لصالح البطايح. عجمان يتاخر الان، عجمان اللي هيبتدي يعني يسعى من اجل العوده من اجل الرجوع بالنسبه للمباراه. عبد الرحمن احمد بيسرح كتير قوي بصراحه، هو واللاعب ادلسون او هو واللاعب ميلوش كانوا سرحانين في كره الهدف. ملعوبة الكرة تاني على طول، لكن رامي التماس، رامي التماس هنا من الجانب الأيسر، مش أوفسايد طبعا، مش أوفسايد خالص، حالة 100%، مش أي نوع من التسلل، المدافع العجماني مغطي تمام التمام و100 100 في اللقطة الأخيرة. تمشي على طول الكرة تاني ملعوبة رأسية خطيرة، عجمان في طريق التعادل، جونيور 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 جونيور، مش ممكن، يا الله، فرصة جميلة جدا جدا لكن تضيع من جونيور،
فرصة جميلة جدا تضيع من جونيور، هدف يضيع لنادي عجمان. عجمان يضيع هدف مؤكد محقق ملعوبة. وليد أزارو كمحطة ممتازة، شوف اتنين جراد جنب منه، لو انت اللي جنب منه ده جول، شوف لو انت اللي جنب منه ده خلاص جول. عبد الحميد ناصري يسجل، لكن الكرة غريبة جدا عبد الحميد صابري. هذه الكرة العرضية، ملعوبة الكرة بالراس تاني، يشيل الراسية، لكن ملعوبة مقطوعة تاني للدفاع، يمشي كرة تاني ناحية نيكولا كليمنتي. ملعوبة الكرة في أقصى اليمين، محاولة عرضية، كنترول موجود لكن يطلع دفاع. أحلى دقيقتين لنادي عجمان على المستوى الهجومي، أحلى دقيقتين للفريق العجماني على المستوى الهجومي. يمشي كرة تاني لنسري سيلفا، سيلفا سيلفا العرضية، رأسية خطيرة، التعادل، الله التعادل. جونيور، جونيور يعود، جونيور ويتعادل لنادي عجمان، يعود جونيور ويسجل لنادي عجمان، يفرح البرتقالي، يفرح الفريق البرتقالي. يعود نادي عجمان ويسجل عن طريق جونيور، يسجل هدف حلو جدا، رابع اهدافه على المستوى الشخصي بالنسبه لفريق نادي عجمان اللاعب جونيور. بقول لك احلى دقيقتين لعجمان، شوف دقيقتين ممتازين، بقى فيهم شراسه هجوميه، بقى فيهم دوافع هجوميه، بقى فيهم راسيه جونيوريه عن طريق اللاعب جونيور، يحط الكره جميله جدا جدا في مرمى الحارس درويش محمد لتعلن عن هدف العوده وهدف التعادل وهدف اللي يخلي فريق نادي عجمان متساوي على مستوى الاهداف مع فريق نادي يعني البطايح. في اللقطه الاخيره يسجل جونيور، اذا جونيور اللي كان قليل الظهور يظهر في احلى توقيت ويظهر في احلى قرار ويظهر بتعديل النتيجه الى 1-1. جماهير عجمان سعيده، فرحانه، مبسوطه بالعوده ومبسوطه بالتعادل وفرحانه بالتعادل طبعا في شوط المباراه الشوط الاول من هذا المساء. على طول الكره الثانيه ملعوبه ناحيه سعيد جمعه، ادي سعيد جمعه اول دقيقتين او اخر دقيقتين ثلاثه خلاص مع انطلاق شوط المباراه الاول. على طول ايدلسون الى سيدروين، ايدلسون ثاني جنب منه عبد العزيز هيكل، يلعب هيكل كرة على طول أمامية تاني ملعوبة إنريكي، تمشي كرة صالح نادي البطايح تاني على طول نص الملعب ناحية نيكولا كليمنتي، بيلعب جيم كبير النهارده نيكولا كليمنتي، هو وفرج بنجيما دايما ضد بعض في كل كورة. على طول الكرة تاني إلى هيكل، إنريكي يقطع على طول تاني الدفاع ممتاز لصالح نادي عجمان. كرة طويلة الأمامية بعيدة على وليد أزارو وتروح الكرة في الأخير رامي التماس. آخر دقيقتين على زمن الشوط الأول من هذا اللقاء. رامي التماس على طول في أقصى الجبهة اليمنى. سلم على طول تاني البطايح اللي عنده دوافع هجوميه ممتازه، بتسلم تاني لكن مقطوعه. هارونا حسن، هارونا والتسديده وتخبط على طول في الدفاع. ادي هارونا حسن ركله المرمى على طول الحسني، علي الحسني، ادي علي الحسني يلعب على طول الكره بمسافه طويله عاليه. هارونا حسن، ادي هارونا، وادي اللاعب سعود سعيد. خط على طول الكره ثاني ناحيه سعيد جمعه، ثواني الاخير على الوقت الاصلي. حكم مدي ممكن دقيقتين ثلاثة على شوط المباراة لو ما تزيدش عن كده. أمامية تانية هارونا، إنريكي، إنريكي عدى إنريكي، يقطع تاني على طول الدفاع عن طريق فرج بنجيما.
يسلم على طول الكره في نفس اليسار، تحاولات لكن يقطع تاني جونيور وسط الملعب، يقطع بلال، بلال يوسف يمشي كره تاني اماميه، كنترول على طول تاني في وسط الملعب، تحول السريع هنا والكره العرضيه تاني الى نيكولا كليمنتي، يقطع تاني على طول دفاعات نادي عجمان، لسه الضغط موجود حاضر في الشوط الاول، نيكولا كليمنتي يطلع تاني على طول دفاع، ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضايع على شوط المباراه الاول، استلام على طول تاني الفريق العجماني لكن يشيل الدفاع، مقطوعه تاني للامام عزيز جانيب، يرد الكره تاني جونيور، شاط واحده في العرض حلوه قوي جونيور وسجل هدف تعادل، عدى جونيور 1-2-3 جونيور، لسه فيها خطوره، بلال يوسف الى جونيور يلعب الكره تاني مع ليسلي سيلفا، سيلفا يا ولد حلوه قوي، شوطه حلوه وصد احلى من درويش محمد، شوطه حلوه وصد حلوه من درويش محمد، مع اول دقيقتين في الوقت المحتسب بدل ضايع نصل اليوم، ولسه المحاولات حاضره موجوده، ممتاز درويش ياخدها بايده القريبه بشكل ممتاز جدا، يعمل عليها دايفنج جميل، طيران جميل، وتروح الكوره لركن اثنين سيلفا، سيلفا ودرويش، هارون حسن وادي الركله الركنيه، اذا الركله الركنيه الان فريق نادي عجمان، بعد كده الثاني بالوقت المحتسب بدل ضايع، لعب على طول عرضيه خطيره موجوده نفسيه عبد الرحمن احمد، ولكن الى ركله مرمى، ركله مرمى لعب في الدقيقه الثالثه بالوقت المحتسب بدل الضايع، الدقيقه الثالثه بالوقت المحتسب بدل الضايع، ادي التحضير وادي الكنترول والتصويبه، لكن الحارس درويش ممتاز، توقيت ممتاز درويش يشيل الكوره، تمشي على طول الكره تاني اماميه مقطوعه لكن يطلع الثاني الى رمي التماس من الجانب الايمن، رمي التماس على طول من الناحيه اليمنى، الثواني الاخيره خلاص على الدقيقه الثالثه، الوقت المحتسب بدل الضايع على شوط المباراه الثاني، رمي التماس على طول من الناحيه اليمنى، ادي رمي التماس، سلم على طول الكره تاني في الناحيه اليمنى، كره عرضيه مقطوعه على طول الكره تاني للدفاع، يضع دفاعات نادي عجمان وينطلق عجمان الامام، محاوله الامام على طول من قبل الفريق العجماني، وادي اللمسه مقطوعه تاني على طول وسط الملعب، مع حكم اللقاء يطلق صفاره نهايه الشوط الاول، تعادل ايجابي عجمان 1 وفريق البطايح 1، صراحه قصيره ثم اذن البطايح 1 نادي عجمان 1، شوط تاني لاعب محمد احمد سيد سلطان محمد صالح، وشوط المباراه الثاني مساعد جاسم عبد الله، مسعود حسن مساعد ثاني، سيف المصعبي، ايجور جونيور، دي اوليفييرا، ومحمد سالم يوسف، تمشي على طول الكره ثاني في الخط الخلفي لصالح الفريق العجماني، يرجع كل لاعبي نادي البطايح للخط الخلفي، يلعب على طول الكره فرج بن جيمة، فرج بن جيمة تمشي على طول الكره الامام ناحيه اليسرى، كان زعلان جوران في اللقطه الاخيره، تمشي على طول الكره تاني محاوله عرضيه ملعوبه لكن يطلع دفاع، تمشي كره تاني عزيز جانييف يحاول دايما يقطع الكره في وسط الملعب لكن ملعوبه للامام، مقطوعه مره ثانيه، ادي المحاوله لكن عصام فايز وبلال يوسف وسط الملعب على طول السريع بقى والتحرك السريع والتحول، وليد ازارو، وليد ازارو، وليد ازارو، تروح الكره تاني للناحيه اليمنى، هتاخد ملعوبه دايما حاضره في المسانده لوليد ازارو، عبد الرحمن على طول الكره تاني الى فرج بن جيمة، ميلوش
سعود سعيد تاني في الجبهة الشمال. ادي سعود سعيد تخوض سريعة لفة الوسط على طول تاني مع الدوران هنا بالنسبة للاعبي فريق نادي عجمان. جمهور العجماني بيأزر بيشجع منذ الولا الاولى في بداية المباراة. على طول ادي اللمسة الى فرج بنجيما، فرج الى جونيور، سجل هدف حلو قوي جونيور وشد كرة في العارضة كانت جميلة جونيور، والكرة العرضية تاني ملعوبة من جونيور تتسلم تاني محمد احمد يطلع ترجع على طول الكرة تاني لفريق عجمان عن طريق سعود سعيد. يمشي كرة تاني فرج بنجيما لبلال يوسف محطوط الكرة تاني على طول في وسط الملعب عبد الرحمن احمد الى ميلوش كرة على طول امامية عالية ملعوبة يقطع تاني على طول دفاع فريق نادي البطايح انريكي باولو انريكي باولو باولو انريكي ادي باولو انريكي ملعوبة من باولو انريكي لكن على طول يقطع الدفاع يقطع عبد الرحمن احمد شيل على طول قلب الدفاع بالنسبة لفريق نادي عجمان ترجع الكرة تاني في لمسة باولو انريكي انريكي باولو باولو حاول يعدي باولو ولكن الكرة ملعوبة تمشي كرة تاني على طول لنيكولا محاولة نيكولا لاعب نيكولا كليمنتي سلم الكرة تاني على طول إلى محمد أحمد إلى سعيد جمعة يمشي سعيد كنترول على طول تاني أمامية يحاول يحضر تاني لكن في الأخير الكرة إلى رمي التماس. أربع دقائق بنقترب اليوم على شوط المباراة الثاني خمس دقائق الأولى محاولات بالنسبة لفريق عجمان وتراجع في الأداء بالنسبة لصالح البطايح بعد كده البطايح يبتدي يحاول هو يهاجم على طريق جبل يمنى محاولة الكرة العرضية لإنريكي نيكولا كليمنتي إلى جونيور وليد أزارو تمشي الوليد أزارو على طول تمرير قدام لكن مقطوعة يشيل الدفاع نيكولا كليمنتي هارونا هارونا حسن إلى كليمنتي يلعب الكرة تاني هارونا 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 وعصام فايز ممتاز عصام فايز يقطع عصام فايز الكرة وترجع على طول الكرة تاني في وسط الملعب بالنسبة لصالح فريق نادي عجمان هذه عملية الضغط الجماعي اللي بتتم للفريق العجماني مقطوعة الكرة تاني الأمام لمسة نيكولا كليمنتي هذه نيكولا كليمنتي لحظة تعب الكرة على طول الكرة إلى ركلة ركنية وادي سعود سعيد هنا وادي بيرتراند أناتولي بيرتراند بنقول الكرة على فريق نادي عجمان في اللقطة الأخيرة يمشي على طول الكرة تاني لصالح نادي عجمان إلى سعود سعيد هنا بلال يوسف وسط الملعب سلم على طول الكرة تاني تسلم لعصام فايز شوفين على طول كل فريق البطايح راجع للخط الخلفي كل الفريق البطايح راجع للخط الخلفي فرج بنجيما سلم على طول الكرة تاني إلى جونيور يرجع جونيور إلى بلال يوسف وسط الملعب محطوطة على طول الكرة تاني فرج بنجيما والكرة عرضية تاني ناحية وليد أزارو لكن يقطع الدفاع والتسديدة من سعود سعيد لكن ركلة مرمى تسديدة من سعود سعيد لكن ركلة مرمى هذه ركلة المرمى ركلة المرمى هذه اللعبة عصام فايز تمشي على طول الكرة أمامية تاني صالح نادي عجمان لكن زالة
الى حارس المرمى، سهلة الى حارس المرمى. 6 دقائق على طول. تاني درويش محمد، أمامية على طول ملعوبة لوسط الملعب لصالح نادي البطايح. البطايح يحاول يتقدم، يمشي بكرة الأمام تاني، لكن على طول تمشي ناحية جونيور. يمشي جونيور، جونيور يحط الكرة على طول تاني في وسط الملعب. عصام فايز دايما موجود حاضر في وسط الملعب. إلى فرج بن جيمة، إلى جونيور. جونيور لاعب جونيور قفل على طول فريق البطايح كله. لعيبة رجعت للخلف. عصام فايز يسلم ويستلم على طول، يروح قدام عصام والكرة العرضية مقطوعة. الكرة تاني لصالح نادي البطايح على طول اللمسة. ترجع الكرة تاني في تمريرة ومعها رمي التماس من الجانب الأيمن. لازم رمي التماس من الجانب الأيمن. 7-8 دقائق الأولى مع شوط المباراة الثاني والتعادل الإيجابي 1-1. تقدم فريق البطايح عن طريق نيكولا كليمنتي، ثم عدى فريق عجمان عن طريق جونيور. ادي جونيور فرج بن جيمة، تسليم على طول، التسلم والتطويبة، تسديدة من بلال يوسف لكن ركلة مرمى. ركلة المرمى. ادي التسديدات على طول، محاولة من عبد الحميد صبري. عبد الحميد صبري لاعب عنده انذار في الشوط الاول، هو اديكسون من اللعيبه اللي عندهم قرارات اداريه في الشوط الاول من زمن المباراه. تمشي على طول الكره تاني عاليه اماميه. ادي الكنترول لصالح نادي البطايح، تسليم وتسلم على طول تاني في نص الملعب. ادي الكره الاماميه والانطلاق على طول تاني من جديد لصالح فريق نادي عجمان. الى جونيور، جونيور يمشي، جونيور ينطلق. جونيور عاوز يعدي لكن قطع كويس او باولو انريكي. باولو انريكي، باولو يمشي، باولو الى نيكولا كليمنتي. يلعب الكره مع سعيد جمعه الى نيكولاس كليمنتي، يمشي على طول تاني العرضيه ولكن يطلع مع عبد الرحمن احمد. شالها كويس مدافع القلب المره دي. تمشي كره تاني هارونا حسن، هارونا هارونا حسن، وفي فاول وركله حره مباشره لهارونا حسن. ركلة حرة مباشرة على عصام فايز، خطا على هارونا حسن. هارونا حسن، ادي اللاعب هارونا حسن والصراع الكبير جدا في اللقطة الأخيرة. هارونا حسن، ادي الانطلاقات على طول السريعة. نادي عجمان بيحضر لتبديل قادم في شوط المباراة الثاني والعشر دقائق الأولى مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. 1 البطايح 1 عجمان. الركلة الحرة المباشرة، كرة خطيرة على حارس المرمى علي الحوسني. ادي فرج بن جيمة، ركلة حرة مباشرة، خطأ لصالح فريق نادي البطايح. كرة خطيرة، عزيز جانييف وباولو انريكي، عزيز جانييف، عزيز عزيز، والتطويبة لكن عالية عالية إلى ركلة مرمى. هذه جانييف تسديدة على طول لكن عالية إلى ركلة المرمى. هذه عزيز جانييف كرة التصويبة ولكن إلى ركلة المرمى. كرة على طول عالية ركلة مرمى. نادي عجمان هيجري تبديل لاعب روكي مارسيانو. روكي مارسيانو هيشارك اللاعب رقم 19 روكي مارسيانو، ويخرج عبد الحميد صابيري. شارك روكي مارسيانو، تبديل في الطرف الثاني. ادي روكي مارسيانو، كرة على طول تانية او امامية طويلة عالية، يقطع تاني الدفاع العجماني.
كيف كرة تاني أقصى الجانب الأيمن جونيور وعرضية جونيور أقصى اليسار تاني تحول لصالح نادي عكمان خطيرة وليد أزارو أزارو والحكم قريب وموجود تروح على طول الكرة تاني أمامية شوف لاعبي نادي عكمان كانوا بيطالبوا بركلة الجزاء اللاعب وليد أزارو تمشي على طول الكرة تاني لعكمان اللمسة الأمامية تلقى لجونيور هذه جونيور محاولة تاني من جانب جونيور يقطع الدفاع بالنسبة للبطايح وتمشي على طول الكرة أقصى اليسار محاولة كرات عرضية تاني خطيرة موجودة تروح الكرة ناحية جونيور وبالتالي لركلة ركنية ركلة ركنية طبعا الساعة أول بنقترب إليه مع انطلاقة شوط المباراة الثاني الكرة اللي خبطت في محمد أحمد وليد أزارو كان بيطالب بلمسة يد هنا وليد أزارو هذا محمد أحمد وادي وليد أزارو وربع الساعة الأول بنقترب إليه مع انطلاقة شوط المباراة الثاني واحد عجمان واحد البطايح والركلة الركنية ركلة ركنية على طول صالح نادي عجمان محاولة الكرة بالرأس يشيل على طول تاني الدفاع تمشي لسعود سعيد والعرضية من سعود مقطوعة الكرة تاني على طول لكن في الأخير إلى رمي التمس أقصى اليسار رمية التمس على طول عبد الرحمن أحمد نص الملعب على طول بلال يوسف لحسن فايز نص الملعب لصالح نادي عجمان كل لاعبي نادي البطايح راجعين الخلف وليد أزارو فرج بن جيمة هذه فرج كل لاعبي الفريقين راجعين الخلف هو على طول كله بيضغط لكن تتخلص كرة تاني من جونيور على طول الكرة هنا عرقلة وركلة حرة مباشرة عرقلة وركلة حرة مباشرة هذا اللاعب نيكولا كليمنتي صاحب هدف المباراة الوحيد بالنسبة للبطايح نيكولا كليمنتي ولاعب رقم 5 يتحدى لتبديل أنطونيو فلاهو لاعب البديل القادم الآن أنطونيو فلاهو هيشارك الرفتايم الثاني زنيتو حيشارك الان ويخرج اللاعب نيكولا كليمنتي شارك نيتو انطونيو نيتو واللاعب رقم 20 حيشارك اللاعب ايفان سارنيك ايفان حيشارك ويخرج هارونا اذا ايفان يشارك في الرقم الثاني ويخرج هارون حسن يخرج اللاعب هارون حسن ويشارك ايفان في الرفتايم الثاني خرج نيكولا وخرج هارون دفع بانطونيو ميلاهو نيتو ودفع باللاعب ايفان كرة على طول تاني امامية ملعوبة تلقى تاني الى ايفان اول كرة يمسكها ايفان يمسى على طول الكرة تاني ملعوبة للامام مقطوعة كرة تاني إلى اللاعب فرج بن جيمة فرج بن جيمة يضغط على طول اللاعب برتراند أنا تولي برتراند يضغط ضغط عالي ربع ساعة الأول من شوط المباراة الثاني ملعوبة الكرة تاني على طول لكن في الأخير رمي التماس رمي التماس من الجانب الأيسر راجع كل مجموعة اللعيبة بالنسبة لصالح البطايح عادي بن جيمة تتسلم على طول الكرة تاني هنا وسط الملعب يقطع على طول تاني البطايح للأمام محاولة صراع كبير جدا لكن عزيز زنيب تتسلم الكرة تاني إلى سيدروين مرة أخرى تاني إيفان بديل على الطيب الثاني يلعب لنيتو ايفان
وده الهاف تايم الثاني. تمس كرة ثانية لصالح نادي عجمان، انطلاقة العجمان، انطلاقة سريعة للفريق العجماني، يلعب الكرة مع عصام فايز لكن يقطع ثاني الدفاع وتمشي إلى باولو انريكي. باولو انريكي يرجع باولو إلى سيدروين. سعيد جمعة يلعب، سعيد جمعة سلم الكرة الثانية أناتولي، محاولة تصويبة لكن إلى ركلة مرمى أو إلى حارس المرمى على طول بالأحرى، يلحقها الحسني عشان يبدأ من جديد لصالح فريق نادي عجمان. عبد الرحمن أحمد، هذا عبد الرحمن أحمد، يرجع لعبد الرحمن، عبد الرحمن أحمد الكرة الطويلة أمامية لكن قاري الدفاع هنا كويس. أراها أديلسون، لاعب أديلسون عنده انذار، أديلسون بشوط الأول تم منه، بيلعب اللاعب محمد أحمد على شمالهم، عبد العزيز اللي معاه الكرة، وعلى اليمين هناك اللاعب سعيد جمعة، رباعي خط الدفاع بالأربعة 2 3 1 بتشوف فريق نادي البطايح. سلم على طول الكرة تاني في الناحية اليمنى يا ولد، لعيب عدى حلو قوي إيفان، إيفان يلعب الكرة على طول تاني في أقصى اليمين، محاولة كرة عرضية تاني خطيرة، هوبا ولد حلوة قوي 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 قوي، جميلة كرة حلوة حلوة حلوة. هنا اللاعب أناتولي، أناتولي برتراند كان هيجيب هدف علامي، كان هيسجل هدف حلو جدا، أناتولي برتراند كان هيسجل هدف جميل جدا، أناتولي برتراند. عثمان واحد والبطايح واحد. سلم على طول الكرة الثانية أمامية، أدي الاستلام لكن في فاول، فاول لصالح جونيور، فاول لصالح جونيور سلطان محمد صالح، والقرار وادي على طول أدي اللاعب إيفان بديل الطين الثاني، وادي أناتولي والكرة حلوة قوي اتعملت، جميلة اتعملت جملة جميلة، الله الله كانت حلوة قوي بصراحة في المرمى. وهنا برضو بتعتم على عبد الرحمن احمد، شوف عبد الرحمن احمد المدافع رقم 2 غلط يخلي الراجل يلعب كده، كان لازم ياخد من بدري الهيدرز. شوف هنا عبد الرحمن اخر قوي عليها لكن الى حارس المرمى ممتاز، جول كيبر الحارس علي الحسني. سلم على طول الكره تاني هنا الى وسط الملعب، فرج بن جيمة طويلة على طول الكرة أمامية، أي كلام لكن الرمي التمس أجبران. يمشي على طول الكرة تاني في الناحية اليسرى لعبد العزيز هيكل، هيكل يلعب الكرة الثانية مع ديلسون، محمد أحمد، محمد أحمد نص الملعب على طول الكرة، نيتو، نيتو يلعب الكرة الثانية مع إيفان، استلامة من إيفان لكن بعيدة وإلى رمي التماس، رمي التماس في أقصى اليسار. أدي إيفان هالاند بتاع فريق نادي البطايح، لاعب ايفان عملاق ما شاء الله شاب، ملعوبه الكره تاني لكن مقطوعه، يمشي على طول نادي عجمان الهجمه المرتده، عايز اسرع شويه، سلم الكره تاني وليد ازارو يقطع تاني على طول الدفاع، الكره تاني من هيكل الى جانييف، باولو انريكي الى ايفان، ايفان يلعب الكره الثانيه على طول العرضيه لكن يشيل وليد ازارو، يطلع على طول في المنطقه وليد ازارو، حط الكره الثانيه تحديد تسديده لكن عاليه وراكه مرمى، عاليه وراكه مرمى. 21 22 دقيقه من انطلاق شوط المباراه الثاني ولا زال التعادل الايجابي 1-1، عجمان 1 فريق نادي البطايح 1، وشوط ثاني مفتوح على كل احتمالات. سلم على طول الكره الاماميه عاليه ملعوبه،
جونيور. سدروين وسط الملعب، سدروين يتدخل عفوا الحكم اللقاء، وهذه رمية التماس، رمية التماس. شوف الحكم انطمن هنا للاعب ميفان بديل الطيم الثاني خروج هارون حسن، خروج اللاعب نيكولا كليمنتي في الطيم الثاني. دي الكرة الحلوة قوي، شوف هنا كان هيبقى هدف من الاهداف الجميله في الدوري، لو تسجلت دي عاليه شويه كانت هتبقى من احلى الاهداف، اتعملت بشكل جميل جدا. شوف هنا الكوره وادي على طول اللاعب اناتولي برتراند كان مستعد لها، لكن هاي برضه حارس المرمى ممتازه من علي الحسني. وادي ايفان بديل الطيم الثاني في الشوط الثاني، وتبديل اخر للبطايح، لاعب احمد سليمان حيشارك الان، أحمد سليمان حيشارك الآن، لاعب رقم 19 أحمد سليمان، مشاركة أحمد سليمان، خروج عبد العزيز هيكل، نزول أحمد سليمان ومشاركة عبد العزيز هيكل، يخرج هيكل منتصف احداث الطيب الثاني. على طول الكره ثاني صالح نادي البطايح، سلم الكرة في أقصى اليسار إلى أحمد سليمان، بديل الطيم الثاني بديل هيكل. على طول الكرة الخلف ثاني، هذا التحضير بقى للكرات الأمامية. تحولات سريعة. يقطع ثاني على طول إيفان. يشيل مرة ثانية دفاعات فريق نادي عجمان. ناحية جنيف. مرة أخرى ثاني الأمامية. تحولات السريعة. اناتولي، اناتولي برتراند يا ولد عاوز يحطها في المقص هنا، اناتولي برتراند هذا اللاعب اناتولي، لكن بيحرجم على هدف، بيدور على هدف ثاني لصالح نادي البطايح. اللاعب اناتولي شوف التسديده، لكن الكره في الاخير الى ركله المرمى، حاولات جاده من جانب اناتولي وفرصه هنا في المقص الشمال، كان عاوز يسجل لكن تروح الكره الى ركله المرمى، تروح الكره الى ركله المرمى. اناتولي ودور ممتاز جدا في الشوط الثاني، التحولات بالنسبه لصالح اناتولي. وادي الركله الركنيه، عزيز جنيف وايفان وباقي الرفاق كله برا 18، تمشي على طول الكره ثاني اناتولي، اناتولي عاوز يلعبها خلفيه ثاني، لكن ثلاثه يتلموا عليه، شيل على طول وليد ازارو، تروح الكره ثاني لسدروين، مرة أخرى تاني سعيد جمعة، سعيد جمعة يلعب الكرة العالية الأمامية، معاها تاني دفاع إلى نيتو، 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 التصوير من نيتو، والحارس، الحارس علي الحسني بالتسعة الأخيرة على شوط المباراة الثاني، ملعوبة الكرة تاني رأسية، ومعاها الكرة إلى رمي التماس أقصى اليسار، أقصى اليسار علي الحسني. حارس اللي طالب في اللقطة الأخيرة بعد تسديدة اللاعب نيتو. لما ماتش حلو في الطيب الثاني، مباراة مفتوحة على كل احتمالات في الشوط الثاني. سلم على طول في الأمام. منتظر وليد أزارو العرضية بتاعت سعود. مقطوعة الكرة ثاني. حكم يدي فاول وركلة حرة مباشرة على فريق نادي عجمان. ركلة حرة مباشرة على فريق نادي عجمان بعد 19 او 18 دقيقة أخيرة خلاص على شوط المباراة الثاني، واحد عجمان واحد البطايح.
على طول لأديلسون، محمد أحمد أديلسون إلى نيتو، أديلسون محمد أحمد إلى سعيد جمعة، يشيل على طول الكرة واحدة عالية سعيد جمعة، مرة ثانية على طول إلى إيفان، يشيل الدفاع من أمام إيفان، تلقى إلى أناتولي، عزيز جانييف، عزيز باولو إنريكي إلى نيتو، نيتو يحاول يسدد تسديدة لكن الكرة في الأخير، أدي نيتو حاول يجرب نيتو، أدي تسديدة من جانب نيتو، لاعب نيتو تسويبة أدي علي الحسني وحكم اللقاء يدي الوقت بتاع الكولينج بريك مرة أخرى تاني في شوط المباراة الثاني، استراحة التبريد في شوط المباراة الثاني، شوط اللي فيه هجمات متعددة من قبل الفريقين لكن بلغة الأهداف لسه. أدي شكل لوضعية الهجوم بالنسبة للفريق العثماني، ونشوف الشكل بالنسبة لوضعية الهجوم بالنسبة لفريق البطايح. مباراة الطيب الثاني مفتوحة على كل احتمالات ان احنا نشوف هدف اخرى يوم العالم 3 نوفمبر. ارفعوا عاليا ليبقى شامخا بالنسبة لاحتفالية هذه الجولة بيوم العالم. دايما علم دولة الامارات العربية المتحدة عالي خفاق في كل ميادين العالم. وادي هنا مدرب جوران بعض الاوقات وبعض التوقيتات بالنسبه للتعليمات في شوط المباراه الثاني. الشوط الثاني بيحاول مدرب جوران، وادي ميلوش لعيبه اللي عندها خبرات مع وليد ازارو مع مجموعه اللاعبين اصحاب الخبره اللي موجودين في الفرقه، وبيتكلم دايما معاهم جوران. الوجه المقابل ايضا فريق البطايح، مجموعه اللعيبه مع السجوين مع محمد احمد سعيد جمعه باولو هنريكي وإيدلسون بورجيس، لعيبه اصحاب الخبرات، اللعيبه اصحاب القدرات الخاصه والامكانيات اللي ممكن تصنع الفارق في الشوط الثاني من هذا المساء. ربع ساعه اخيره، نصف ساعه مع انطلاق شوط المباراه الثاني، ولا زال التعادل جاد 1-1، عثمان 1 ونادي البطايح 1، مش حتى افضل من حد كده، برضه 5 نقاط كل فريق. كده كل فريق 5 نقاط. على طول الحسني تمشي على طول الكره اماميه، كرات الاماميه الثانيه ملعوبه، ادي على طول جونيور، جونيور والحكم بيتكلموا معاه، ادي اللاعب نيتو، وادي جونيور والاحتكاك على طول هنا، ادي جونيور بتقلب جونيور في اللقطه الاخيره مع اللاعب نيتو، بدخل نيتو على طول على الكوره، وادي جونيور الشوط الاول كان عامله بشكل جميل جدا جونيور، لما كان بيتدخل كان بيعمل خطورة كبيرة على فريق البطايح اللاعب جونيور. تمشي تاني عبد الرحمن أحمد إلى ميلوش، عبد الرحمن أحمد تاني نص الملعب إلى بلال يوسف، يلعب الكرة العكسية هناك أقصى الجبل يسرى، لكن يطلع تاني إيفان، يطلع إيفان وإلى رامي التماس، حسن فايز، ميلوش، فرج بن جيمة، ادي فرج بن جيمة، مقطوعة كرة تانية لميلوش، شوف يضغط على طول لاعبي نادي البطايح عبد الرحمن احمد الى حارس المرمى الحسني علي ميلوش، يشيل على طول الكرة تانية علي امامية طويلة ميلوش، راسية موجودة تاني حلوة، تنطلق الكرة على طول سريعة
والحكم على طول يتدخل بخطوة. عادي سعيد جمعة يتدخل على طول حكم بخطأ. وادي اللاعب سعيد جمعة على طول عالية طويلة أمامية محاولة ثانية لإيفان لكن في رمي تماس تماس على إيفان تماس صالح نادي عجمان ترجع على طول الكرة ثانية لعلي الحسني إلى ميلوش ميلوش يشيل الكرة طويلة أمامية عالية هذه المحاولة الأمامية باولو انريكي وفي فاول لصالح باولو انريكي فاول لصالح باولو انريكي فاول لصالح باولو انريكي تبديلات حتم الان رافائيل حيشارك وحيخرج سعيد جمعه يشارك رافائيل رافائيل يشارك رافائيل الثاني واحمد خليل هيشارك الان عادل رافائيل واحمد خليل هيشاركوا الاثنين احمد خليل وباولو ادريك يخرج يشارك احمد خليل الان يخرج باولو انريك ويشارك احمد خليل في الرابطين الثاني خارج زعلان شكله باولو انريك مش عاوز يخرج ركله الحره المباشره قطع على طول كره ثانيه طويله اماميه لاحمد خليل كره ثانيه على طول راسيه موجوده الثاني دفاعات فريق نادي عجمان ينظف المنطقه وتروح الكره طويله ناحيه وليد ازارو وليد ازارو اللمسه لسه فيها خطوره على طول الكره ثاني تحول هجومي امس اليسار وادي محاوله التصويب لكن تخبط ثاني في الدفاع اخر 10 دقائق على نهايه الرابطين الثاني نقترب ب 35 دقيقه لعب على شوط المباراة الثاني ولا زال التعادل الإيجابي 1-1 لا زال التعادل الإيجابي 1-1 ترجع الكرة ثاني لفريق عجمان الخط الخلفي محمد أحمد يلعب الكرة الثانية على طول إلى بلال نص الملعب بلال يوسف سلم الكرة الثانية إلى ميلوش كل فريق البطايح كله راجع للخلف ونادي عجمان يتقدم مجموعة من لعيبة طويلة ناحية درويش محمد سهلة لحارس المرمى سهلة الكرة لحارس المرمى درويش محمد كرة تاني لجانيين محمد أحمد الجبهة اليمنى وإلى حارس المرمى على طول درويش محمد إلى رافائيل أدنسون ملعوبة كرة تاني على طول الأمام ناحية بيرتراند أناتولي أناتولي لعيب خطير جدا أناتولي 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 بيرتراند لكن تاخد الكرة في أناتولي وتروح إلى رامي التماس تروح الكرة إلى رامي التماس أدي أناتولي بيرتراند تاخد الكرة على طول في أناتولي وتروح إلى رامي التماس تسع دقائق الأخيرة مع شوط المباراة الثاني تمشي على طول الكرة ملعوبة للأمام عالية راسية تاني ناحية رافائيل إلى إيفان يمشي إيفان عالية ملعوبة كرة تاني لكن يطلع دفاع ترد الكرة تاني على طول إلى وسط الملعب لصالح فريق نادي عجمان على طول تاني أحمد خليل
الى نيتو، يمشي نيتو، تحولات على طول السريعه بالنسبه للفريق العجماني، يدافع بالشكل بتاعه المعتاد بال 4-2-3-1 دايما فريق نادي عجمان، يسلم على طول الكره ثاني المطايح في اقصى اليسار، لاعب احمد سليمان بديل الطيب الثاني بديل عبد العزيز هيكل، ترجع لاحمد خليل الى بورجس، ادلسون بورجس الى نيتو، ثم الى درويش، الى رافائيل، ادي رافائيل، احمد سليمان من جبل يسرى، سيدروين لاحمد سليمان تاني الى وسط ملعب سيدروين، خطوطه حلوه جميله، الله جميله جدا، تحول سريع وجودي خطير جدا خطير جدا، اناتولي محاوله لاحمد خليل، ادي احمد خليل لكن يطلع تاني الدفاع، يطلع الدفاع وتمشي كره تاني ناحيه جونيور، جونيور وسط ثلاث لعيبه لكن نجح انه ياخد فاول، نجح انه ياخد فاول جونيور، مذكات كبير جدا جونيور، ياخد على كورته فاول محمد احمد، شوف هنا جونيور استضم واستقبل الكوره مع ثلاث لعيبه من لاعبي نادي البطايح، وبرغم ذلك خد الكوره خطا وخد فاول وركله حره مباشره، تمشي على طول الكوره ثاني امامية، التحول السريع بالنسبه للبطايح الان، سبع دقائق الاخيره على شوط المباراه الثاني، عزيز جانييف سلم الكره ثاني احمد سليمان، حط الكره الى رافائيل، يلعب رافائيل الى ايفان، يضغط على طول على كورته فريق نادي عجمان، بتسلم الكره ثاني البطايح ناحيه نيتو، ادي اللاعب نيتو، عدى نيتو، عدى نيتو، عدى نيتو، تروح للكره العزيز جانييف الى نيتو، سلم الكره ثاني على طول احمد خليل الى نيتو، احمد خليل ثاني هات خطوط سريعه عزيز جانييف، لكن في فاول ركله حره مباشره، خطا وركله حره مباشره لصالح نادي عجمان، مع خلاص وصولنا ل 40 دقيقة نقترب اليهم على شوط المباراة الثاني، لا زال التعادل الايجابي 1-1، وقدم البطايح ثم عاد فريق نادي عجمان، سلم على طول الكرة ثاني وسط الملعب، الكرة الأمامية وليد ازارو، لعصام فايز، وليد ازارو محاولة تسديد من وليد ازارو، تخبط على طول في الدفاع، مرة ثانية أمامية، الكرات العرضية على طول ثاني ملعوبة لصالح نادي عجمان، هذه الاستلام تحت ضغط هنا والتصويبة لكن إلى ركن مرمى جديدة، لكن الكرة في المرمى، محاولات متكررة لفريق نادي عجمان، لاعب فيكتور انريكو، فيكتور انريكو واحد من اللعيبة اللي شاركوا في الأفتام الثاني، فيكتور وادي ركلة المرمى، درويش محمد، هذه درويش محمد، سلم على طول الكرة من درويش عمامية طويلة عالية، على طول الكرة تاني رافائيل، ورمي التماس على فريق نادي البطايح، تماس على البطايح من الجبهة اليسرى لصالح فريق نادي عجمان، تماس على طول اللاعب فرج بنجيما، فرج بنجيما الى فيكتور، خطيره جدا كره الى وليد ازارو، الى فيكتور، كره ثانيه على طول عرضيه ملعوبه لكن الركله ركنيه، الركله ركنيه، خبط الكره في اللاعب احمد سليمان، يدافع الايسر بديل عبد العزيز هيكل، بتعرف تايم الثاني لصالح الفريق البطايح،
أربع دقائق وقل عن نهاية الشوط الثاني. دقائق الأخيرة خلاص، الهدف لعيبة بصعب يتعدل يتغير، هوبا التصويبة، لكن في الأخير الكورة ركلة مرمى. في الأخير الكورة ركلة مرمى. شوف التحولات على طول السريعة هنا بالهيدرز، لكن جونيور وباقي الرفاق وطالع ميلوش، كل اللعيبة طالعة للتك الأمامي، حاول تعمل زيادة العددية، لعيبة مدافعين بتوع القلب بيلعبوا براس بشكل ممتاز. هادي جونيور والمدرب بوران واتامينش، بوران أمام بوران، نتيجة 1-1، مفيش حد أحسن من حد، بوران زي بوران، نفس النتيجة 1، نفس النتيجة 1. تمشي على طول الكرة أمامية مع الحكم وإلى رمي التماس من الجبهة اليمنى. الثواني الأخيرة على نهاية الشوط الثاني والمباراة تقترب إليها، ولا زال التعادل جاي 1-1. فريق لحد الآن حبايب 4 نقاط بدأوا المباراة، والنقطة الخامسة لحد الآن يقترب الفريقين على النهاية. لعب تيتش، أنس تيتش حضر للتبديل من جانب صفوف نادي عجمان، سلم على طول الكرة أمامية، يقطع تاني على طول الدفاع، تروح أقصى اليسار تاني لحد جونيور، لاعب مجتهد جدا جونيور. وادي هنا ايفان البديل على الطيب الثاني، ايفان سلم الكره الثاني على طول عن طريق جبل يمنى، فرج من جيبا، فرج عدى لكن مقطوعه منه، وفي فاول ركله حره مباشره، فاول ركله حره مباشره. صالح عزيز جنيان هيخرج 26 بلال يوسف، وانس بتطش يشارك، انس بتطش يشارك في الطين الثاني، بتطش على طول الكره ثاني وسط الملعب لصالح نادي البطايح، كرة أمامية ملعوبة عالية، يقطع تاني على طول الدفاع وتمشي رامي التماس، وصل رامي التماس من الجانب الأيسر، على طول الكرة العالية سلعة عبد الرحمن أحمد، سلم الكرة تاني وليد أزارو، أدي وليد أزارو يلعب الكرة عرضية إلى فيكتور، تيتش على طول تاني نص ملعب صن فايز، سلم على طول الكرة يسارية خطيرة جدا لعجمان، الكرة عرضية هوبا ممكن محاولة هوبا فوق التاني، الهدف التاني يا ولد العيب، الهدف التاني جونيور يتقدم لنادي عجمان، إذا جونيور يتقدم لنادي عجمان بالهدف التاني، لعيب كبير، لعيب كبير كبير يا جونيور، يسجل الهدف التاني بشكل ممتاز ممتاز ممتاز. إذا جونيور يتقدم بالخامس الأهداف، يتقدم جونيور لصالح نادي عجمان بالهدف الثاني، يتقدم جونيور لنادي عجمان بالهدف الثاني، ممتاز جونيور، يسجل جونيور بعد باصة حلوة، بعد كرة عرضية، وبعد هيدرز جميل من وليد أزارو، تروح للكورة لكن حاططها في معلمة، حاططها لعيب كورة، لعيب كورة ولد لعيب يحط الهدف الثاني لصالح نادي عجمان، فرصة النقاط الثلاثة. فرصة فض الاشتباك الآن، العرضية من صعود سعيد والرأسية ممتازة من جانب اللاعب جونيور، إذا جونيور يتقدم لنادي عجمان، يتقدم جونيور لنادي عجمان بالهدف الثاني، 2-1 الآن لصالح البرتقالي، 2-1 لفريق البرتقالي، شوف الكرة على طول جوه المرمى بشكل ممتاز ممتاز ممتاز، إذا جونيور يتقدم بثاني الأهداف لصالح الفريق العجماني. 5 وقت محتسب بدل ضايع، يلعب في الجهة الثانية بالوقت المحتسب بدل الضايع على شوط المباراة الثاني. البطايح هل ممكن يحاول يعود؟ هل ممكن يحاول يرجع؟ هنشوفه نتابع. يمشي على طول الكرة الثانية في أقصى اليسار ورمي التماس. رمي التماس من الجانب الأيمن. هذه رمية التماس.
لعبت على طول الكرة عالية أمامية. كنترول موجود تاني وحاضر. وادي المدرب جوران تاميتش يعني غير مبسوط أكيد بالأداء وغير مبسوط أكيد بالهدف تاني اللي دخل مرمى. وبدأت المباراة تبقى صعبة في الوقت المحتسب بدل الضايع. نادي عدنان يتقدم. تمسح على طول الكرة تاني نيتو. مرفوعة الكرة تاني لجونيور. جونيور يلعب الكرة الأمامية على طول طويلة. يطلع حارس المرمى درويش. العزيز جانييف فرقة كويسة فرقة البطايح فيها مجموعة أسماء ممتازة. لكن لحد الآن خسرانين 2-1 أمام عجمان. عجمان اللي عمل عودة. تروح الكرة تاني أمامية. رأسية موجودة. ورمي التماس من أقصى اليسار. رمي التماس من أقصى الجانب الأيسر. هذه اللاعب فرج من جيمة. وادي أناتولي برتراند. تمشي على طول الكرة صالح البطايع. أمامية ملعوبة عالية. يطلع تاني على طول الدفاع. يمشي كرة تاني في وسط الملعب. حاولت كرة لكن في خطأ ولكن حرام وسط. يعني في الجهة الثالثة في الوقت المحتسب بدل ضايع. وفي انذار على فريق نادي عجمان. لاعب روكي مارسيانو يحصل على انذار. روكي مارسيانو انذار للاعب روكي مارسيانو واحد من بدلاء الطيب الثاني. حكم موجود وحاضر. وادع على طول روكي مارسيانو الانذار. انذار على روكي مارسيانو. ركله حره مباشره. دي الرابعه بالوقت المحتسب بدل الضايع. عايز يلعب بسرعه على طول دايما فريق بطايح. تمشي على طول الكره من ناحيه اللاعب رافائيل. لكن سال الحارس المرمى علي الحسني. سال الحسني لاعب واقع من لاعبي نادي بطايح. تمشي على طول الكره تاني لصالح نادي عجمان. يطلع على طول الدفاع بشكل اخلاقي. هذه الكرة الرأسية. سلامات إن شاء الله. وادي اللاعب جونيور عريس ماتش النهاردة بالنسبة للفريق أحسن لعيب في المباراة. هو سجل هدفين. هذا الهدف بتاع اللاعب رقم 94 اللاعب نيكولا كليمنتي. نيكولا كليمنتي. وادي الكرة طبعا بتاع جونيور. هدف الأول الجميل لجونيور. ثم الهدف الثاني لجونيور. هو مان اوف ذا ماتش بتاع المباراة. هو المان اوف ذا ماتش بتاع المباراة. هذه الجماهير العجمانية جماهير برتقالي سعيدة فرحانة بالهدف الثاني اللي سجله هذا جونيور. حاططها حلوة قوي ومريحها. لعيب كورة. لعيب كورة اللعيب أي كلام كان ضاعت منه لكن حاططها. والتريحة دي بتاعت لعيب كورة. تريحة الكورة بوجه القدم الخارجي بالطريقة دي تدل دلالة شديدة لعيب كورة كويس قوي. جونيور بيسجل هدف ثاني لصالح نادي عجمان. خلاص الثواني الأخيرة. على طول الكرة أحمد سليمان يشيل الدفاع. محطوطة الكرة تاني جونيور. دور على وليد أزارو في الخط الأمامي. يمشي جونيور يكسب أرض جونيور. عدى جونيور مشي مع جونيور. ماشية ماشية خلاص. ماشية مع جونيور. والكرة العرضية لكن تقلش تاني وتقلب. روح لدرويش محمد حارس المرمى درويش محمد. وفي فاول هنا لصالح اللاعب وليد أزارو. فاول لصالح وليد أزارو وفاول لصالح نادي عجمان على درويش محمد الحارس. الكرة هنا جونيور. والكرات العرضية خطيرة جدا بتكسر الخطورة على دفاعات نادي بطايح. لكن يطلع درويش ومن أمامه حاول وليد أزارو. لكن درويش يعمل فاول. درويش يعمل فاول. فاول لصالح نادي عجمان. إلى فيكتور. راجع إيفان. يقطع الكرة تاني على طول بطايح. فريق بطايح ومعه حكم اللقاء وصفرت نهاية الشوط الثاني. مبروك نادي عجمان يرفع رصيده.